نزحت من الشام لتعلبية، هربت من الإرهاب الداعشي لتنبش عسلام وأمان، فتكمش فيها السرطان هي وعم تطفي شمعتها التانية. حالتها كتير صعبة، نوع السرطان اللي عندها إنه يعني بيروح وبيرجع، يعني وقت إنه بيرجع بقوة وبيؤدي للوفاة، يعني خاصة هي كمان لقطت فيروس بعد الزرع اسمه CMV، كان كتير كمان صعب هاي الفيروس، تقريباً خطورته بخطورة المرض، يعني تاخد دواء كتير قوي لإله بس ما كان ينزل، بالعكس كان يرتفع. قررنا إنه نطلعها من المستشفى وخلص نتكل على الله ونشوف شو بصير معنا. غرقت بأوجاعها ضو سراج الزيت. جلجلة طويلة مشيتها ميلان، تحملت أوجاع وعذابات كتيرة، بس إيمان إما خلصها. يا شربي ساعدنا، يا شربي ساعدنا، يا شربي لحمينا حمينا. جبتها لهون على زحلة زورتها. تاني يوم نهار الثلاثاء رحنا عملنا لها فحص الفيروس، ولا بيقول لي الحكيم إنه طلع صفر الفيروس عندها، يعني بأعجوبة طلع من جسمها. انت اللي انعطى إلك مجد لبنان. رفق مر شرب للعيلة المسلمة السنية لتنتصر صغيرتهم بشفاعته على المرض. كنا راجعين الساعة 8 على الطريق نامت، فاقت ميلان قالت لي اجا لعندي بابا شرب اليوم. قال لي بابا شرب صليت لله شفتي عطاني موقف. بس حبت أمع ترمي سندان عروق تركع لك الكرمي تعصر ومدوب. العلاقة بين بنت لثلاث سنين والقديس شربل مميزة، صديقة وقت الحزن وملجاها الوحيد لتخفيف الألم، ووحدة كنيسته بتحسسها بالأمان. بس كون أنا مزعلتها مثلاً منعتها عن شغلة وهيك، بتروح بتحمل صورة مار شربل وبتبكي وبتصير بتحكي معه. بس شو اللي بتحكي وشو العلاقة يعني بينه وبينه ما بعرف، يعني هاي ما حدا بيعرفها غير ابنا. شرب لحمي بحبك كتير لبابا شربل.